شهدت المنطقة العسكرية الأولى حفل تخرج الدفعة الثانية من قوة مكافحة الإرهاب بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس، والذي شارك في تدريب منتسبيها عدد من مدربي قوات التحالف العربي بإشراف من المملكة العربية السعودية. اليوم نحتفل بتخرج الدورة الثانية مهارات قتال مكافحة الإرهاب، وكانت الدورة الأولى ناجحة بكل المقاييس، والآن الدورة الثانية نحتفل بها لتأسيس جيش وطني ولاءه لله والوطن. دائما ما كان الأخ قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس الداعم الرئيسي لنا في كل مهامنا، ونحن على العهد باقون إن شاء الله. الحفل الذي نظمته قيادة المنطقة تخلل عروضا عسكرية وكرنفالية للقوات الجوية وقوات مكافحة الإرهاب. يأتي حفل تخرج الدفعة الثانية من قوات مكافحة الإرهاب مع انتهاء المرحلة الأولى من العام التدريبي للعام الحالي، وفي إطار الخطة الأمنية الجديدة للرفع من قدرات المقاتلين للتصدي للجماعات الخارجية عن القانون. سنظل أوفياء لهذا الوطن عهدا قطعناه على أنفسنا، وسنستمر على هذا العهد إلى أن يتوفانا الله، ونحن ثابتون على مبادئنا وقيمنا التي تربينا عليها حبا لوطننا ولاء لله ثم لهذا الوطن الغالي. مشاهد مكافحة الإرهاب في ميدان الحواجز والرماية وتنفيذ عمليات افتراضية لاقتحام المباني بجاهزية عالية واحترافية نالت استحسان وإشادة الحضور، لتكون بذلك لبنة جديدة في بناء قوات حفظ الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. حداد مساعد، قناة بلقيس، سيئون، حضرموت.